اهلا بكم معنا مره تاني في صباحنا مصري، فقره مهمه جدا وجميله نحب نشوفها دلوقتي، لان وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اطلقت منحه بعنوان تمكين الشباب للعمل المهني الحر. دي المنحه مهمه للشباب وتهدف الى تدريب حوالي 20,000 شاب وشاب على مستوى الجمهوريه على مهارات العمل على المنصات الالكترونيه. طبعا هذه سوف تتم أو هذا التدريب سوف يتم عبر الإنترنت. طبعا تفاصيل كثيرة جدا، يعني أحاول أتركها النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفانا دلوقتي، الأستاذ دكتورة نيفين مكرم لبيب، رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. صباح الخير يا فندم. صباح. وطبعا دكتور نيفين أنا هترك لك الكلام، لأن طبعا الموضوع واضح أنه مهم جدا، وفي البداية عايزين نعرف السادة المشاهدين على هذه المبادرة عبارة عن إيه؟ المبادرة دي ما بين وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات ووزارة الشباب والرياضة، والفكرة كلها ان احنا نحاول ندرب 20,000 شاب على العمل الحر. العمل الحر بمعنى ان هو مش يعني مش هيستنى ان هو يروح يلتحق بشركة، لكن هو اي مهارات عنده ممكن ان هو يتواصل بطريقة مباشرة مع صاحب عمل ويقدم خدمة معينة، والخدمة دي ياخد عليها اجر عن طريق منصة. بس هو طبعا لازم يتعلم مهارات العمل ازاي الالكتروني عبر الانترنت، يعني مش هيكون مباشر، مش هيروح اكاديميه السادات مباشره او وزاره الاتصالات مباشره، لا عن طريق الانترنت. هو هيحضر تدريب لمده شهرين على الانترنت، والتدريب ده هيبقى فيه شق اللي هي المهارات الحياتيه العاديه السوفت سكيلز، ان هو ازاي ياخد مهارات قياده ومهارات عرض فعال ومهارات اتصال، وهياخد شق تاني تكنولوجي هيتعلم اللي هو شغل بتاعنا نظم التشغيل والشبكات، وهياخد كمان شق يخليه يقدر يتعامل كويس مع المنصات دي اللي هو التسويق الالكتروني، وانه ازاي يطور زي تطبيقات على المحمول او على الكمبيوتر. بس اعتقد دكتور نيفين مش اي شاب يعني او اي يعني واحد ممكن يفكر في انه يتعامل مع مثل هذه الاشياء الجديده المستقبليه، طبعا لازم يبقى عنده مهارات او عنده حب لازاي يتعامل مع هذه الاشياء. بص حاليا الشباب بيهتم بالكلام ده جدا، يعني اغلبية الشباب او الخريجين بتوعنا لما بتيجي تتناقش معاه هو ما بقاش طموحه ان هو يروح يلتحق بشركه ويقعد يشتغل 40 ساعه في الاسبوع وكل حاجه، مع احترامنا طبعا للشغل ده، هو عايز يشتغل بطريقه مختلفه. هتلاقي حتى الابحاث التخرج اللي احنا بنناقشها السنوات دي بقالنا سنتين او ثلاثه بنتفرج على حاجات مختلفه، هم عندهم افكار جديده، حاجة اسمها شغل يعني تبع ريادة الأعمال، فتلاقيه طالع بأفكار جديدة، وإحنا بنشجعهم سواء عن طريق الأنشطة أو عن طريق أفكار خارج الصندوق. خارج الصندوق تماما، وتخدم المجتمع، وده اتجاه حلو، يعني تنمية مجتمع. الشباب كان شوية ينقصهم الجزء ده، دلوقتي موجود. طب التفكير في المبادرة بدأ إزاي يعني، وبرضو الجهات المشاركة؟ المبادرة دي مش أول واحدة، في مبادرات كانت قبل كده زي شغلك من بيتك، في أكتر من مبادرة اتجاه إن احنا نساعد الشباب دول. وليه؟ لأنه حضرتك مش عايز يبقى عندك نسبة بطالة عالية. فعشان تقلل النسبة دي ما تقدرش تستوعب كل الشباب ده داخل شركات. صحيح. لكن تقدر تخلي الشباب ده يقدم خدمات عن طريق الإنترنت، لأنه حضرتك وقتها مش قافل نفسك على السوق المحلي، لكن فاتح كمان على السوق العالمي. طبعا هنا المهم برضو إن نقول إن حوالي 10% من ذوي الإعاقة هيكونوا مع المتدربين، ده فرصة مهمة بالنسبة لهم. 10% من ذوي القدرات الخاصة هتبقى موجودة، لأنه إحنا بنحاول دلوقتي المجتمع يبقى فيه نوع من الدمج. ما ينفعش أن حضرتك تستبعد أي فئة لأنها عندها قدرات خاصة، إحنا بنقول حتى مش احتياجات خاصة لكن قدرات خاصة. فممكن إحنا نستفيد وهم كمان يستفيدوا ويحسوا أن هم عندهم انتماء أقوى للمجتمع بتاعهم، مجتمع مش مهمشهم. صحيح. طب هنا الـ عن طريق الانترنت يا دكتوره، يعني في الواقع هل هيستطيع ان يستفيد، ولا برضه لسه احنا عندنا الناحيه التقليديه ان يبقى عندي محاضرين قدامي موجودين في قاعه المحاضرات وانا احب استفيد منهم، ولا خلاص ده يعني انتهى النظام التقليدي الكلاسيكي واصبح الاتجاه الان الى الانترنت، يعني زي دول العالم بتعمل؟ احنا بقالنا فتره كبيره مع الكورونا اضطرينا ان احنا نشتغل تعليم الكتروني. فالناس الاول كانت عندها التخوف اللي حضرتك بتقول عليه ده، انه لما هنيجي نشتغل مش هياخدوا نفس الاستفاده، طب المحاضرين فين، طب لو انا عايزه اتواصل معاهم. اعتقد دلوقتي المجتمع بتاعنا اتعلم وتعود على الطريقه دي، فهتبقى صحيح. اسهل بالنسبه لهم للتدريب. خد بالك كمان الفئه الصغيره دي، الفئه بتاعت الشباب دي هي اصلا طالعه في جو كله فيه تطبيقات محمول، فهي بالنسبه لها اسهل مننا كتير قوي. يعني هو متعود، هو الثقافه بتاعته بتقبل الكلام ده اكتر ما بيقبل حتى التعليم العادي او التدريب العادي. صحيح. طب هنا لما بتكلم مثلا على شبكات الحاسب الالي والبرمجه، هل شهرين
تكفي ان اتعلم الحاجات دي او اتدرب على الحاجات دي؟ طيب انا مش بطلع، ولا هيبقى فيه مراحل تاني؟ لا انا مش بطلع شخص متخصص في حاسب آلي وتكنولوجيا معلومات، انا بديله اللي هو يساعده انه يقدر يشتغل عن طريق المنصه. يفرق يعني. الهدف دلوقتي من البرنامج التدريبي ده ما هوش ان حضرتك تطلع خريجين زي بتوع كليه حاسبات، مش ده المفروض. لكن حضرتك تديله المهارات، يعني الجزء العملي اللي يسمح له بان هو يتعامل على المنصه فقط لا غير. يبقى فاهمه، يبقى فاهم الشغل ده ازاي بيتعمل، يبقى فاهم ازاي يسوق لنفسه. والتدريب ده بينتهي بنوع من الادفايز او نوع من النصح والارشاد انه الناس دي هتروح تشتغل في اي مجال. لانه احنا بنتكلم على قطاع خدمي كبير جدا، بنتكلم مثلا على حاجه متوسع في اللحظه دي بالظبط، كول سنتر، لو حضرتك بتعمل مراكز لخدمه عملاء، لو حضرتك بتعمل تطبيقات محمول، لو هتعمل تطوير لشبكات، لو هتعمل تطوير لمواقع، احنا بنتكلم على قطاع كبير. فهو في الاخر بيوجهه كل واحد على حسب استعداده وعلى حسب مهاراته مواهبه وقدراته، يتوجه ناحيه عمل اللي هو بالنسبه له يقدر ان هو يبدع فيه. طيب هنا في كلمت حضرتك على منصات، يعني ايه اقوى المنصات يعني الموجوده دلوقتي للعمل الحر؟ في منصات جوه الوطن العربي بالنسبه لنا من اقوى اثنين او اكثر اثنين معروفين، حاجه اسمها خمسات ومنصه اخرى اسمها مستقل. والمنصات دي الميزه بتاعتها انها بتحفظ الحقوق الماديه لمقدم الخدمه. يعني هم الاول كان ممكن انه مقدم الخدمه ده يتواصل هو مع اي شركه خارج مصر او داخل مصر، ما كانش بيضمن ان هو ياخد فلوسه بعد ما يخلص شغله. فدي بتضمن الكلام ده. في منصات اخرى حاجه اسمها ابورك، يعني منصات تستخدم عالميه واحنا داخلين برضو فيها، الشباب بتاعنا بيدخل عليها. المنصات دي كمان فيها ميزه اضافيه ان هي بتقدر تطلع لك لو في اي تزييف، يعني لو الشخص اللي داخل ده كمقدم خدمه ما هوش شخص صحيح، ما هوش انتيتي او مكان او جهه بتشتغل صح وفي الاخر هتدي لك الحقوق، فهم عنده الامكانيه ان هو يكشف لك التزييف ده. صحيح. طب هنا حضرتك لما بتكلم على الموضوع المهم دلوقتي اللي هو الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب، ويمكن وانا بكلم حضرتك دلوقتي عارضين الجزء الاخر من الشاشه فيديو للذكاء الاصطناعي، يعني ليه تتكلم على تنفيذ الذكاء الاصطناعي دلوقتي؟ خلاص دول العالم كلها اصبحت يعني مهتمه بهذا الموضوع. بصراحة كمان الدولة بتاعتنا القيادة السياسية مهتمية جدا بموضوع الذكاء الاصطناعي. فحضرتك هتلاقي ان هو له تطبيقات كتيرة جدا، بدءا من ان انا ادرس احتياجات السوق بتاعتي، ادرسها بطريقة مختلفة. في حاجة اسمها استخبارات تسويق، يعني ان انا اشوف السوق بتاعي هيشتغل ازاي، ايه احتياجاتي، وبالتالي اعمل زي المبادرة الجميلة دي واشوف ان انا هدرب الشباب والخريجين بتوعي على ايه. بعدين في حاجة تانية جميلة جدا في الذكاء الاصطناعي، في نظم بتقدر ان هي تعمل نوع من التفصيل او الكاستمايزيشن للمادة العلمية على حسب كل متدرب. يعني لو انا مدخل ال 20,000 دول، اكيد ال 20,000 دول في فرق بينهم في المهارات، في المهاره، في الأفكار، في سرعه الاستيعاب، في الطريقه اللي بيستوعب بيها، في التنفيذ، في حاجات كثيره قوي. فهو بيعمل زي موديل او نموذج بياخد بيه المتدرب ده، وعلى اساسه بيقدر ان هو يطوع الماده العلميه والمهاره اللي حضرتك عايز توصلها، يوصلها له بالطريقه اللي هي مناسبه ليه هو. دي حاجة مهمة. الحاجة الثالثة كمان اللي ممكن نستفيد بيها من الذكاء الاصطناعي هو التقييم بتاع التدريب بعد ما نخلص. هل المبادرة دي بكل الاستثمارات اللي هتتم فيها، هل في الآخر هتأتي بعائد كويس ولا لازم ان احنا نعمل كده علشان ان شاء الله مع تكرار المبادرات للشباب بتاعنا، لان احنا مجتمع شاب عندنا نسبة عالية جدا. تعرفي مدى استفادة المتدرب بيه ايه؟ مدى الاستفادة بحيث ان انا احسن اشتغل ولا لا برضه، اشتغل فين وحصل، يعمل نوع من المتابعة، واقدر ان انا احسن واعرف العائد، انا دفعت قد ايه، اتكلفت قد ايه، وعاد عليا كدوله وكمجتمع قد ايه. صحيح، احنا لينا اهداف كتيره جدا من المبادره دي. يعني برضو جميل جدا انت حضرتك تكلمي على هدف ان هو ازاي تعرفي المتدرب استفاد ازاي، والانعكاس ده على المجتمع كمان وعلى الدوله ككل. بالظبط، لان المبادره معموله من وزارتين عندنا، فاكيد هي ليها انعكاس قوي جدا على المجتمع، بيحاولوا ان هم يقللوا البطاله، بيحاولوا يعملوا دمج لذوي القدرات الخاصه، دي حاجه مهمه. بنزود العائد، يعني عندك الصادرات الخدميه في نسبه كبيره جدا، اعتقد يمكن توصل ل 40% من الشغل بتاع تطبيقات المحمول، يعني الشباب بتاعنا بيشتغل وبيعمل الكلام ده وبيتصدر لبره. ده دخل لينا. احنا عندنا شباب كتير واعي جدا وجميل، لو حضرتك تتفرج على الابحاث بتاعتهم والشغل بتاعهم مش اقل من الدوله. في حاجات غير تقليديه، حاجات حلوه قوي قوي غير تقليديه نهائي، وهم شاطرين. يعني احنا عندنا مصر من اكتر الاماكن، طبعا الهنود يمكن يكونوا سابقنا شويه،
لكن مصر شغاله من اكثر الاماكن في الكلام ده. مدن تكنولوجيا متكامله يعني اعتقد يعني يمكن يعني هم عندهم. رحت الهند وحضرتك وشفتي انا رحت الهند وشفت هناك واتكرمتي برضه هناك حضرتك اتكرمت هناك شهر فبراير اعتقد اول مصريه تكرمي في الهند يعني برضه نموذج الهند نموذج يحتذى به حقيقه يعني هم مجتهدين جدا الالكترونيات والتكنولوجيا هم مجتهدين جدا وهم حاليا يعني اكبر شركات على مستوى العالم اللي ماسكه هنود رؤساء مجلس الاداره بتاعتها هنود فهم مجتهدين جدا وهم بيهتموا جدا بمهارات الحاسب الالي دي حاجه بالنسبه لهم نمره واحد هناك يعني مش مهارات الحاسب الالي بس يعني هو يتعلم بس لما كمل حتى يستطيع ان يفكك الجهاز ويشوف الاعطال والصيانه ده مهم لا مش بس كده بيشتغل كمان شق البرمجيات والذكاء الاصطناعي عالي جدا عندهم يعني بيشتغلوا في الحاجتين ما بين هاردوير وسوفت وير ما بين برامج وما بين اجهزه طب التجربه دي هل ممكن تنقل لينا في مصر من خلال يعني التدريبات اللي بتتم والمنح دي ولا برضو عايزه وقت يعني وصعوبه علشان وقت طويل وتكلفه وجهد علشان نصل الى مثل هذه الدول بص اعتقد بعد احداث الكورونا انه المجتمع مهيئ جدا لتقبل حاجه زي دي لمشاكل كتير قوي اولا طلبه كتير او خريجين مش قادرين ان هم يشتغلوا بعد كده هل هتقدر توديه شغل ولا لا يعني هل هتقدر تنقله لمكان العمل ولا لا فهو اسهل حاجه ان حضرتك تعلمه عبر الانترنت ويبقى في مراكز زي المراكز الموجوده المجتمعيه اللي هي تم تنميتها والمراكز دي ممكن ان هي تتابع معاه بعد كده يعني ده مقترح لو ممكن يتعمل يبقى حلو قوي انه بعد ما يخلص التدريب يتابع معاه هل التدريب اتى ثماره ولا لا هل هو محتاج دوره ثانيه ولا منحه ثانيه مش دوره متابعه يعني هو اخذ خلاص الدورات وتعلم جميل جدا اما راح يشتغل ممكن يكون محتاج نصح تاني محتاج خبره ناس انها تساعده لو احنا عملنا الكلام ده اعتقد هتحل جامد جدا مشاكل انه الناس مش لاقيه شغل ان الناس صحيح. مش عارفه تروح شغلها وهتفتح كمان السوق العالمي معاهم انت كانت نقطه مهمه جدا اللي كان دايما بيتكلم عنها هو التدريب التحويلي يعني مثلا طلبه اداب طلبه تربيه اقتصاد اي اعلام مثلا وهو مش لاقي شغل في وظيفته ممكن يحول الى ازاي يتعلم مهارات التسويق مهارات البرمجه بس لازم يكون هاوي او غاوي يعني مش اي حد برضه يعني يتعلم الحاجات دي التدريب التحويلي ده كان واحده من الحلول احد الحلول اللي كانت مطروحه على الساحه صحيح ما وقت ما احنا جينا نشتغل بالحكومه الالكترونيه وحاليا بالتحول الرقمي والرقمنه ليه لان دلوقتي في ناس كتير كانت موجوده في اشغالها طريقه الشغل بتاعها اختلف فحضرتك لازم تديله تدريب عشان يقدر يتوائم مع الكلام الجديد ده هو مش قادر ان هو يشتغل طول ما هو كان بيشتغل بالطريقه التقليديه صحيح احترامنا ليه طبعا الورق والكتابه بالظبط كده فهو دلوقتي الدوله اتنقلت لحته تانية خالص فالتدريب التحويلي وقتها كان ده يعني ده كان الغرض منه ده كان بيتكلم على الموظفين الموجودين كان بيتكلم على بالظبط القطاع الحكومي بتاعنا ازاي ان انا اعمل له تدريب تحويلي ازاي ان كل واحد يفهم انه انا مش همشيك من شغلك لان ده كان خوف رهيب جدا وكان اتجاه انه الناس خايفه ان الحكومه الالكترونيه لما تيجي انها هتاخده من شغله لا ما حدش هيمشيك لكن انا هعلمك اللي هو الكلام على الهيكله تخوف من الموظفين قعدت الهيكله حاجه تانية لكن هو هنا بنتكلم على تحول رقمي لا ده انا هدي لك تدريب وهعلمك ازاي تشتغل بطريقه مختلفه في مكان عملك زي ما هو صحيح. عشان تبقى ماشي مع سياسه الدوله احنا تحولنا لحكومه الكترونيه وحاليا لحكومه ذكيه صحيح يعني ربط ما بين يعني معظم المصالح مثلا زي الشهر العقاري وزاره العدل حتى التقاضي يمكن الرئيس كان بيتكلم امبارح على الموضوع ده وهو ازاي نحول كل حاجات الملفات الورقيه دي الى بالزبط. الكترونيه بالظبط حتى انت بتسهل على الوقت والجهد على المواطن نفسه او طالب الخدمه على الموظف نفسه ما هو الموظف لو مش مستريح ما بيقدرش يديلك الخدمه يعني بالجوده المطلوبه فحضرتك محتاج تدرب الموظف ده وتريحه بحيث ان هو يقدر يديلك خدمه باستخدام بقى تكنولوجيا الحاسب صحيح مش مشكله لكن كمان محتاجين تغيير فكر يعني هو محتاج ان هو يغير فكره ويشتغل بطريقه مختلفه شويه طب هل تغيير الفكر برضه سهل ولا صعب في الناحيه دي؟ صعب جدا خاصه اذا عايز تغير فكر الى فكر تقليدي كلاسيكي الى تكنولوجي بص صعب انت يعني بتلاقي في صعوبه صعب جدا ومع السن يعني كل ما بتعلى شويه بالسن بيبقى اصعب لان هو بقاله سنين بيشتغل بطريقه معينه لكن المناخ العام دلوقتي بتاع الدوله بتاعتنا بقى بيسمح بده لانه ناس كتير جدا زينا احنا في التعليم اضطرينا ان احنا نقعد في البيت ونتواصل مع الطلبه بطرق الكترونيه حتى الناس اللي كانت رافضه الكلام ده اضطرت انها تعمله صحيح يعني اضطرت انها تلجا للمنصه اضطرت انها تلجا لطرق تواصل اجتماعي اضطرت انها يعني تتعامل مع الطلبه بتوعها تتواصل معاهم بطريقه مختلفه فدلوقتي في اتجاه انه لا احنا هنشتغل فده تغيير فكر تغيير فكر يمكن جه اجباري يعني ما جاش بسهوله بس يمكن ده يعني من مميزات الكورونا اذا قلنا انه في مميز ليها كان بصراحه ازمه كورونا كشفت لنا حاجات كتيره وخاصه ازاي نتعامل عن بعد يعني او نتعامل ناحيه التكنولوجيا
كشفت الكلام ده وخلت الناس على استعداد انها تسمعك، لانه لقوا ان هو ده الحل. هو مش هيوقف التعليم ومش هيوقف الشغل، هو محتاج ان هو يروح يتعلم، محتاج يروح يشتغل، بس هيتعلم ويشتغل، وحاليا هيتدرب كمان بطريقه مختلفه. لكن مع السن الصغير اللي هو الهدف من المبادره دي، اعتقد الامور هتبقى اسهل كتير. هنا بقى المحاضرين اللي هيحضروا اللي هيحصل على المنحه بيبقى من اكاديميه السادات ولا برضه في يعني من وزاره الاتصالات المشاركين؟ لا مش من الاكاديميه. اللي هيديني انا عن طريق الانترنت المنحه او هيعلمني او لا، ده اعتقد انه هيتم اختياره من او عن طريق الوزاره، وزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، لكن هو مش من مكان معين، لانه المبادره دي هدفها مجتمع على بعضه. يعني هو المبادره دي مش جوه الاكاديميه، المبادره دي على مستوى الدوله. يعني اكثر من جهه مشاركه. طبعا اتكلمنا على التوصيات بقى، اهم حاجه التوصيات اللي ممكن نتكلم عنها. ايه فرأي حضرتك دكتورة نيفين التوصيات اللي ممكن تساعد اللي هياخدوا المنحة وتساعد المجتمع أيضا وتساعد الجهات المشاركة؟ ممكن نقول إيه في التوصيات اللي ممكن تتخذ في مثل هذا الموضوع؟ بص حضرتك، لو رحت تعمل دراسة على أقوى مواقع أو أقوى منصات، هتلاقي يمكن اتنين اللي هما بيخاطبوا الوطن العربي، فمحتاجين إن احنا الشركات بتاعتنا تطور منصات أكتر العمل الحر. يعني تبقى حاجة ليها الطبيعة بتاعتنا احنا كوطن عربي، طبيعة بتاعتنا كمصريين، خاصة منتجاتنا، مجتمعنا، بتسويقنا، بحياتنا، بتكلمنا احنا اكتر. محتاجين برضو ان احنا نشوف بعض الحلول. احيانا بيكون في مشاكل في بعض المنصات للدفع الالكتروني، محتاجين ان احنا نلاقي حل جذري للموضوع ده يضمن الحق بتاع مقدم الخدمة. محتاجين كمان اعتقد انه المراكز المجتمعية الدمجة اللي الوزارة اوريدي انشأتها وبتشتغل فيها كويس قوي، انها تخلي فيها طريقة انه بعد ما المبادرة تخلص، زي ما كنا لسه بنتناقش، انها تتابع المتدرب ده هل فعلا قدر يشتغل كويس. لو صحيح. قابل اي صعوبات يلاقي حد ان هو يرد عليه ببعض النصح، يعني تعمل زي ادفايزري كوميتي كده، تعمل لجنه، اللجنه دي تقدم النصح للناس دي، الخريجين دول، بحيث ان هم يقدروا يستكملوا العمل، تنصحهم بمهنه معينه، تنصحهم ان هو ازاي يحل مشاكله مع بعض المنصات وهكذا. وطبعا يعني موضوع مهم جدا اللي اتكلمنا عنه دلوقتي، هو تمكين الشباب للعمل المهني الحر من خلال المنحة أو المبادرة اللي أطلقتها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، بتهدف لتدريب حوالي 20,000 شاب وشاب على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحر عبر منصات إلكترونية. والجديد أنه سوف يتم دمج عدد 10% من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه المنحة المهمة جدا اللي تاخدنا إلى أفاق أوسع، وهو الاتجاه العالمي حاليا. أشكر ضيفتي اللي كانت معنا النهاردة في صباحنا المصري وكلمتنا عن هذه المنحة، الدكتورة نيفين مكرم مديب، رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. شرفتينا يا فندم. شكرا. وصباحك مصري وصباح الخير. صباح الخير.